عسلامة، إن شاء الله رمضانكم مبروك. معاكم الشيف أسمى بي في حلقة جديدة من الحاضر الجزازي مع كخفوخ. احنا تفهمنا في الحلقات الاخرين اللي ان شاء الله سناء منا باش نضيعوا حتى شيء، الماكله اللي تقعد باش نبدلوها بلا جديد وان شاء الله يعجب الناس الكل. احنا البارح عملنا حوت مقلي، قعد لنا 3 طروف من الورقه وطرف من التون الصغير. قلت اليوم نعملوا كبكابو. نبداو في التحضير نتاعنا ومن بعد نفهمكم شنو هو الكبكابو. باش ناخذوا الطنجره نتاعنا باش نحطوا شوية زيت، نحاولوا ما نحطوش برشا زيت. الوغ زيت زاد كيف كيف راهو الموجود عندنا، زيت زيتونة بون ماذا بينا احنا رانا اون ايفيت زيت زيتونة في التطيب. الوغ نحطوا شوية زيت مش برشا باش ما تجيش الماكلة ميدومة. ومن بعد ناخذوا شوية ثوم. المرة هذيا باش نحط كل شيء مع بعضه، وباش ناخذوا طماطم خضراء انا رحيتها تحطوها. احنا ما عندناش برشا حوت دونك باش نحط هوني 3 مغارف ايزي فيها 1000 بركه. باش نقوي الصوص نتاعي انا اخترت باش ناخذ طماطم كخفوخ نيميرو 1، ناخذ منها شطر مغرفه ايزي. فوالا هكا. واللي يحب بيان سور الحار ياخذ شويه هريسه عربي والا هريسه حكوك، كل حد كيفاش يحب. دونك شويه هريسه، واللي يحب يزيد يحرحر اكثر يحط شويه فلفل شايح مهروش. الملح مانيش باش نحطوه خاطر عندنا من بعد الليمون والكبار والفلفل بر العبيد، وديجا هو الحوت نتاعنا احنا مفوح دونك حاضر باش. وباش ناخذ نحطوا شويه تابل وكرويه. لا الغوسات هذية ماهيش باش تشد معانا وقت كبير بالكل بالكل بالكل، خاطر كل شيء براتيكمون حاضر. الوغ مغرفة اللوح نتاعنا نحطوها هوني ونحركوا مع بعض والكل، نخليوها هي تتقلى ونحكيو على الكبكابو. الكبكابو يا سيدي هي ماكلة سورتو سورتو يعملوها في قرقنة وصفاقس، اللي هي تتمثل في الحوت سواء مناني والا سفن، اي حوت كبير هو. اما احنا كم عنا وتفهمنا ما فماش تضيع ماكله وما نقعدوا نصرفوا كل يوم واحنا نحطوا في الفلوس والماكله تقعد لنا هكاكا، مش نعملوا بالحوت اللي قعد لنا. دونك هوني قاعده نسمع انا في الطنجره قاعده التشتش. هلا نزيدوها شويه ماء باش ما تحرقش، ديما بشويه الماء ما نحطوش برشا. هلا دونك قلنا الكبكابو نعملوه بالحوت، كيفاش نعملو احنا؟ ناخذو نعملو الصوص كيما عملتها انا توا. فما شكون يحط يحب يحط شويه هكا بصل يتقلى نجمو. انا اليوم جي اوبتي قلت خلي نعملو صوص فيسع فيسع ما تحضر. نتفقدوا الطنجره قاعده تزيد في التشتيش نتاعها. هلا هذه يحكي الكل في الكل باش تشدنا، يمكن من اللي نبداو اللي نكملوا ربع ساعه. نحيو الماء نبعدوا البلار من النار. اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا الليمون نتاعنا، عندي هوني انا كعبتين قصوهم ابراج ابراج. هلا هكا حتى وكان هو مغسولين كمان باش نزيد نحط لهم شويه ماء. الكبار نتاعنا كما قلنا غسلناه قبيله بالكدا. شنو اللي باش نعملو توا احنا؟ الحوت نتاعنا هذا نحاولوا نحيو منه الماكسيموم الشوك اللي على جنب. هلا ونتفقدوا الطنجره. انا هكا مانيش باش نزيد توا ماء. فوالا وباش نحط
الحوت نتاعي باش تقولوا هذه معناتها طماطم مش طايبه لي طايبه، خاطر نعرفوا اللي طماطم كارفور نيميرو 1 ما فيهاش روسيه، واحنا عنا ديجا طماطم الخضراء الحيه باش ما نقولوش خضراء. فوالا هكا دونك شنو باش نعمل؟ هو الحوت طايب نخليوه دقيقه من زمان، الحوت حطيناه مش باش ياخذ وقت خاطر سي هو طايب، جوست باش يسخن اكا هاو. فوالا والصوص سي بون طابت حتى من لونها ولا كونسيستانس نتاعها الحفريه نتاعها هايله برشا. شنو باش نعملو احنا؟ كيما قلنا نحينا القلوب من الليمون، باش ناخذ الكبار نبداه بيه هو قبل، نحط لك عايبات كبار يزي فيه البركه. احنا توا راه عندنا طفينا عليها الوحده، هاكا الكبار يزي فيه البركه. الليمون شنو اللي باش نعمله؟ باش ناخذ منه زاد كيف كيف كعبات باش يسيب البنه نتاعو اكا هاو. احنا ش عندنا هون؟ عندنا خمسه طروف، خمسه طروف تبارك الله يعشي وعائله. هلا هذيك يزي الفلفل بر العبيد اون جينيرال نزين بيه، اليوم باش نرمي قرين واحد كيف كيف باش يسيب البنه نتاعو. نخليه لو طون اللي انا مديت الصحن نتاعي اللي باش نغرى بيه ونحي هذايا من قدامي. انا هوني الكبكب وطاب سي، باش نزيد نوريه لكم بالكدا. على هاكا شفتوها صوص كيفاش ماهيش جاريه وماهيش عاقده. توا باش نفرغوا في البلان تاعنا، نحيوا الغطاء هذايا نحطوه هوني، نبداو نفرغوا الكبكابو. احنا عنا هوني زوز طروف بالطن، بون بلاميد هو مش طن، يقولوا طن صغيره ما هو اسمه في الحق، هاني راه بلاميد يجي في الكبكابو حتى كي يبدا ماهوش مقلي يجي بنين برشا. دونك فوالا هكا انا نتصور اللي باش تبعنا اليوم باش يعمل كيف على البلا هذايا. دونك نكملوا هذايا الجراين هوني وناخذوا الليمون اللي خليناه يبدا منظر زين. اللي يحب يحط زيتون يحط، واللي يحب يحط الفاريونت كيف كيف. انا جوست ما حبيتش نحط اليوم باش نقصوا شويه من الماكله المالحه. فوالا هذا جراين ثاني وهذايا الثالث. فوالا ان شاء الله تكون غوسيت اليوم عجبتكم وتعملوها كيما عملناها احنا. وما تنساوش باش تلعبوا مع كارفور في الحاضر يززي باش تربحوا في كل حلقه 3 بون داشا بقيمه 300 دينار. سهل برشا، تجيو تحت الفيديو تحطوا في كومنتير اسم الغوسيت نتاع اليوم. شهية طيبة الناس الكل.